اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. رح نروح هلا للشيف عائشه اللي جهزت لنا اشهى الماكولات والوصفات بالحلقات الماضيه، واليوم كمان برابع ايام العيد الاضحى رح تكون لها وصفات ان شاء الله تنال اعجابكم. اكيد رح نروح للشيف عائشه ونشوف ابداعاتها لهذا اليوم. شكرا لكم صبايا، ومن جديد رجعنا لكم صباح جديد يسعد صباحكم بصباحات العيد، وكل عام وانتم بخير من جديد ان شاء الله. عسى من عواده علينا يا رب ان شاء الله، وعلى امتنا الاسلاميه وعلى جميع العالم بكل خير سلام وانتهاء الوباء. كل عام وانتو بخير. فقراتنا لليوم فقرات بسيطة، حلويات سهلة وبسيطة وتكلفتها قليلة للعيد، حبينا نطبقها مع بعض. بس قبل ما نطبقها مع بعض حابة أشكر كمان مرة الصفا مول اللي ساهم معنا برعاية تقديم الوصفات هاي كلها. شكر صفا مول، فرع طبربور أبو عليا، سيد رائد الكسواني وجميع الشباب اللي عنده ما قصروا. وبحب أشكر كمان السيد أحمد عثمان صاحب محلات أونلي يو فرع طبربور شارع النهضة على تقديمه لملابس الشيف عائشة أبو صقر اللي قدمتها فترة عيد الأضحى المبارك. وبرجع أحكي لكم كل عام وانتم بخير. رح نبدأ وصفاتنا، هم وصفتين سهلات وبسيطات ومقاديرهم تقريبا متشابهة لبعض. هلأ هم أنا كيف بدي أحكي لكم عن الموضوع هذا، المقادير هنا حسب ما أنت ياخد معك، ما بدي أقيدك أحكي لك كذا أو كذا، أنت ببين معك أثناء الشغل وأثناء التعجين. يعني على فرض إحنا أول شيء رح نعمل كرات اللوتس، كرات اللوتس وكرات جوز الهند. رح نبدأ بوحدة وحدة ونطبقهم، ووصفاتنا سهلة وبسيطة ونقدر نعملها ونضيفها بالعيد بطريقة جميلة وجذابة، وطعم طبعا يعني ما أوصف لكم كتير طيب وشهي. اللوتس، بسكوت اللوتس اي انا طحنته، انا هون راح استخدمه لعجن منه عشان اعمل كرات، وبنفس الوقت عشان ايش اغلف منه الكرات من نفس البسكوت. مقاديره سهله وبسيطه، قشطه وحليب مكثف فقط لا غير، من صوص اللوتس راح نزين او اي صوص شوكولا عندنا حسب الرغبه. برجع بحكي لك، راح نحكي هاي الكميه اللي عندي تقريبا مقدار كوب. طبعا زيت اللوتس مشبع بالزبده، عارفين كيف، راح احط معلقه. الموضوع بالدرجة الأولى تقديري، أنا هنا على عينك على حسب ما أنت يطلع معك. هون معلقتين حليب مكثف راح أحط معه، معلقة قشطة راح أقلبهم مع بعض الأول بالمعلقة. أكيد راح نستخدم إيدنا، نشتغل على طبيعتنا بكل أريحية مثل ما بنشتغل في بيوتنا. برجع أحكي وصفاتنا سهلة وبسيطة، وبس نخلصها بنرجع بنحفظها شوي بالتبريد لحتى تعطينا تماسك. إذا كنا مستعجلين عليهم ممكن نحطهم بالفريزر شوي. شايفين كيف؟ هيا
بشعر انه مثلا انه شفتوا الخليط كتير طري، بنقدر نزيده كمان شوية بسكوت. هاي مطحون وجاهز. طبعا طحنت البسكوت انا على بايدي بالمدق اليدوي البيتي، ما بدك برضو بالمكسر الكهربائي اللي بالبيت، فالموضوع كتير سهل وبسيط. احنا هون نزيده كمان شوي، لكن كيف البسكوت تشرب مع الزبدة اللي فيه، بسكوت اللي هو بس حكينا مشبع بالزبدة. هاي أخذ القشطة وحليب المكثف اللي احنا استخدمنا، احنا بنرش عليه شوي هيك، ليش؟ عشان سهولة التكوير. شايفين كيف؟ هاي كل بساطة، الموضوع كتير بسيط وسهل بإيدينا. هاي ها، وبنحطه هون. أنا رشيت شوية عليه من فوق عشان لما تيجي أنت تمسكيه على إيدك يسهل عليك عملية التكوير. طبعا انت بتتحكمي بالحجم اللي انت بدك اياه، بدك اياه صغير بدك اياه اكبر، هذا الاشي بيرجع لك ولا رغبتك. طبعا اشي طبيعي، احنا حاطين قشطه وحليب مكثف مع البسكوت انه يمسك على، سواء كنت تشتغلي فيه بايدك بالكفوف. احنا هون هاي عملنا كم حبة، طبقنا لكم كم حبة. احنا هون هاي البسكوت المطحون بنرجع هيك بيسهل علينا التشكيل كمان مرة. شوف ما احلى شكلها كيف صار. غطستها بالبسكوت المطحون، موضوع بسيط وسهل وبعمل معك شوي نوع من التغيير بالعيد، لوصفات العيد للحلويات. انت بست البيت تقدر تتفنني تعملي اشياء كثير، تخرجي عن المألوف. طبعا المعمول لا يعلى عليه ولا يتعدى عليه، هاي كلها اضافات بتيجي مع المعمول حسب اللي بحب يعمل. بس الاغلب، نسبه الاغلب انه المعمول بالناس بتحبه او بترغبه بعيد الفطر اكثر من عيد الاضاحي. طبعا انا عملت هون كم من حبه هيك بس اخلص كرات جوز الهند، راح ابعد هدول عني هيك. كرمال انه نجهز نعمل كرات جوز الهند. كمان وصفة كرات جوز الهند كتير سهلة وبسيطة، ونفس المكونات نفس المكونات. هلا رح نطبقها كمان ونرجيكم اياها كيف، بكل بساطة وبكل سهولة، ونقدر نشكل ونعمل تشكيل مرتبة لضيافة العيد ونكون مميزين فيها. هاي جوز الهند، انا طبعا هون جوز الهند حطيت فيه طبقين، طبق عشان نعجنه مثل نفس مبدا كرات اللوتس وبسكوت اللوتس، راح نغطس بعد ما نخلص. هاي هون نفس الشيء، راح احط قشطه حسب احتياج الكميه اللي انت حاطيتها. ببين معنا مع التقليب. كل حبيبات جوز الهند تاخذ من القشطة ومن الحليب المكثف. هون عنا بدنا شوي،
طبعا انا في ملاحظه بدي احكيها لهاي كرات جوز الهند حسب الرغبه. هلا انا راح اكورها ساده، ما راح احط فيها حشوه. اي ست البيت اذا بتحب تحط حبه بندق، حبه فستق حلبي، وبالدرجه الاولى البندق هو اطيب معها، بتحب تحط جواها كمان بصير واطيب واطيب. شايفين كيف انا حكيت انه المقادير حسب ما انت بياخذ معك. تقريبا الكوب بياخذ معلقتين بمعلقتين تقريبي، وحسب نوع انواع مرات جوز الهند، في منه ناعم في منه خشن حسب. شايفين كيف هيك اخذ معنا؟ احنا نحاول هيك شوي عشان يساعدنا اذا انه شعرنا في ليونه زياده. موضوع كثير وسهل وبسيط. هاي نضغط عليه بايدنا هيك بالطريقه هاي، هي نشكل الشكل اللي بدنا اياه، الشكل الدائري. ايها انا حكيت حسب الرغبه، بتحبي انت عندك حبه بندق تحطيها وترجعي تعيدي تشكليها تسكريها، برضه هذا الاشي بيرجع اليك وحسب المتوفر. وانا عم بعطيكم يعني وصفات بابسط الطرق واسهلها واجملها ان شاء الله. والمقادير عاده هاي يعني سهل وجودها بالبيت، خاصه جوز الهند. وممكن كرات جوز الهند يا اما تعمليها بالقشطه لحال او بالحليب المكثف لحال حسب الرغبه، وبرجع احكي حسب المتوفر. وبالنهايه الطعم رح يكون طيب من ايدين ست البيت، وان شاء الله ربنا بيعيده علينا باعوام مديده بالصحه والعافيه، وربنا يرفع عنا البلاء والوباء، وامورنا بخير كلنا، وامورنا ان شاء الله يا رب كلها ترجع لطبيعتها. وطبعا برجع بعيد وبحكي كله بهمتنا، كله بوعينا، كله بثقافتنا، ايد بايد انه احنا نرجع امورنا وحياتنا لوضعها الطبيعي. وان شاء الله عيدنا الجاي كلنا ان شاء الله ربنا يرزقنا الحج في عرفه كلياتنا، وكل عام وانتم بخير. شايفين ما اسهل الموضوع؟ انا هون راح اطبق كم حبه. طبعا شوفوا كيف بتضغطيها بايدك هيك، برجع احكي هاي كمان ضغطه هيك عشان كله يتماسك في بعضه. جوز الهند طبعا، جوز الهند لما نخلصه احنا بدنا نحطه ونحفظه وين؟ بالثلاجه. نحفظه بالثلاجه، واذا كنا مستعجلين بنقدر نحطه نص ساعه زمان بالفريزر ونطلعه اذا كنا مستعجلين. وطريقه حفظه بعد كله بالثلاجه اجمالا انه يكون بارد. هي نعمل كمان حبه، هي بنرجع نحكي بنضغط عليه. شايفين كيف ما احلى، كله ماسك ولا حبه هيك وهيك، هي كله متماسك مع بعضه. خلينا نشيل هاي على جنب. الموضوع بسيط كتير. هي شايفين ما احلى كيف حطيت عليه جوز الهند ناشف مسك عليه. طبعا برجع بحكي كمان انه الحجم اختياري حسب انت رغبتك. انا هون نقرب حسب رغبة ست البيت، كبير صغيرة، بتقدر تعمليهم بشكل أصغر من هيك. موضوع كتير بسيط وسهل، يعني هينا عملنا صنفين حلويات للعيد بطريقة بسيطة وسهلة وبنفس المقادير. يعني عطينا إيحاء للعين، عطينا شكل، غيرنا بدلنا. خلينا هون هيك هيك، هلا اندمجتهم بنفس الطبق لاني انا مجهزه طبقين اساسا لهم. بس انا هون بدي انوه لكرات اللوتس. انا هون من نفس صوص اللوتس، هيها شايفين حطيت صوص اللوتس في الكيس، في كيس اللي ما عندها مثل هاي العبوه بطرف المقص بكل خفه نقصها هيك ومنزين بصوص اللوتس. طبعاً ونحفظها في الثلاجة. ولا أبسط من هيك. عنا بسكوت اللوتس صار جاهز، عنا كرات الجوز الهندي. بنقدر كمان إحنا أي نوع سيرب حسب الرغبة كمان، إذا أنت بتحبي بيعطي شكل ولون إلها كمان وحركة. لما يجوك الضيوف كمان بتعملي شكل
وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بخير. وبرجع بكرر بحكي كل عام وأنتم بخير وبشكر كل من ساهم معنا في تقديم حلقات عيد الأضحى المبارك، صفا مول، فرع طبربور، سيد رائد الكسواني، محمود العقرباوي، معالي العقرباوي، كل الشكر السيد أحمد عثمان صاحب محلات أولي وفرع طبربور، كل الشكر لمن وقف ساهم معنا ويعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير. يعطيكم العافية، الشيف عائشة معكم.